هنعمل الكشك. الكشك اللي هعمله النهارده هعمله بتركية مختلفة كده عن كل مرة. عبارة عن ايه؟ الأول بس قبل ما بعمل الكشك أنا عايزة أحط البط ده في الفرن عشان يلحق يتحمر. هنبقى محتاجين صلصة وعسل أبيض وسمنة وفصوص ثوم. خلاص؟ اوكي؟ طيب. نلبس كده. وانا سلقه البط ومجهزاه. كل اللي انا هعمله ان انا هدهنه بحاجات كده عشان يدخل الفرن يتحمر حلو قوي. انا عايزه صينيه بس للفرن لو سمحتوا. وبنيجي نحط معاه عسل ابيض عشان ما يبقاش لاذع جدا. عسل ابيض هو بقى اللي بيعمل لنا التوازن وفي نفس الوقت بيدينا لون حلو جدا للبطه. خلاص اهو كده. اهو اهو. اجيب بقى البطايه كده اهو وابتدي ادهنها بالطريقه دي. كده. واحط السمنه كده. انا ما حطيتش بس ايه وفلفل اسود بس. وكده بقى جاهز ان احنا نحطه في الصينيه عشان ندخله الفرن. ماشي. نجيب التانيه بقى كده عشان نعمل الاتنين اهو. كده بصوا بصوا اللون. حطينا عسل ابيض، حطينا سمنه، حطينا صلصه، حطينا خل عنب. عايزه اقول لكم بيدي طعم تحفه خل العنب مع الصلصه والعسل الابيض. تعالوا بقى نعمل الكشك عشان نظبطه وبعد كده نطلع فاصل. انت انا لحقتك صح؟ طيب. نحط هنا بقى للكشك بقى. هنحط مرقة اهو كده. وهنحط لبن. الكشك عبارة عن مرقة أكتر من لبن، يعني دول 3 كوبايات مرقة عليهم كوباية لبن. هنحط بقى، بصوا بقى التركية اللي أنا عاملاها النهاردة، زبادي ودقيق. خلاص أنا ملخبطاهم على بعض بقالي ساعة مثلا. اللي أنا ملخبطاه ده عايزة أقول لكم بيدي ريحة حلوة قوي وبيتخمر. أقوم حطاه على الكشك بيفرق جدا جدا في الطعم. أهو ماشي، بيفرق جدا للطعم أهو كده. هقلب بس تقلبتين واطلع فاصل. واحط الزبده. وهقلب كويس جدا. بصوا بقى الكشك. انا ممكن بس نقرب الكاميرا شويه ونعمل زوم. بصوا بصوا قعدت اتقل فيه لحد ما بقى عامل ازاي، بقى عامل زي الكريمه بالظبط. ونفضل نقلبه لحد ما نحس ان الدقيق
داب وتقل الصوص بتاع الكشك. عايزه اقول لكم الكشك ده من الحاجات الحلوه جدا، وعايزه اقول لكم حلو قوي في الصيام، لانه يعني مهما كان دسم هو في الاخر بناكل حاجه خفيفه كده بالمعلقه، فهو حلو قوي 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 فعلا في الصيام الكشك. في ناس كمان بتحب تغمسه بالعيش البلدي، مزاج عندهم يعني. انا حطيت هنا البصل اللي هحمره عشان الكشك اهو، نفضل نقلب نقلب لحد ما يتقل. عايزين بقى في بواقي بط نحط جواه فصوص بط، ماشي. انا النهارده هحط بقى زبيب وبصل جوه الكشك، وهوريكوا ازاي، وهعمله كمان باللوز، هيعجبكوا جدا. عامله بطريقه كده جديده شويه النهارده، لان انا بعمل لكم الكشك كتير قوي، فكل مره ببقى عايزه احط فيه خطوه كده جديده. انا شمه لسه الدقيق ما استواش، اول ما نشم بريحه الدقيق نعرف كده ان هو لسه ما استواش، فنفضل نقلب. خلاص كده، ريحة البصل خطيرة طبعا. سيبه كده، انا النهارده بقى مش عايزاه يبقى لونه غامق قوي بني غامق زي ما بنعمله، لا انا عايزاه لونه ذهبي غامق. زود بس كده معلقة دقيق، يعني مش اي حد يعمل حركة دي عشان دي ممكن يكلكع، بس انا ايه هعرف ان شاء الله سيطر على الموضوع، بس انا ايه عايزاه يتقل سنة كمان. نفضل نقلبه بقى جامد جدا طالما زودنا دقيق في النص عشان يدوب خالص. هو كده بقى سمكه كويس. نحط له بس كده معلقه صغيره من المرقه، زي ما بقول الكشك عشان ينجح لازم المرقه تبقى اكتر من طعم اللبن، لان لو اللبن اكتر هيقلب بشاميل كده. هنحط له كده بقى البصل اللي بالزبيب ده واللوز، هيعجبكم جداً.